تعتمد أبرز الدوريات في العالم على كراسة الحقوق التجارية من أجل تسويق المباريات والحصول على أقصى استفادة من الإيرادات المالية. وحسب موقع ديلويت المختص في استشارات التسويق، يعتبر الدوري الإنجليزي الأغلى من ناحية الحقوق التجارية. على سبيل المثال، حقوق البث التلفزيوني لرابطة البريمير ليج تقدر سنوياً بنحو 1,300,000,000 يورو. في إسبانيا أيضاً، الحقوق التجارية شهدت تطوراً كبيراً منذ وصول الرئيس خافيير تيباس عام 2013، حيث تجاوزت العائدات من الإعلانات والحقوق التلفزيونية مبلغ 1,000,000,000 يورو. وبفضل كراسة الحقوق التجارية، باتت البطولة الإسبانية الأكبر انتشاراً في القارة الآسيوية خلال السنوات الأخيرة. بلدان أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا تعتبر الحقوق التجارية بمثابة المصدر الأهم للإيرادات. أيضا في الاتحادين الدولي والأوروبي يتم الاعتماد على كراسة الحقوق كعامل رئيسي للدخل، خاصة في مجال بيع حقوق البث التلفزيوني للمنافسات الكبيرة مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وأيضا الإعلانات للرعاة. في الدول العربية، تسعى رابطة الدوري السعودي لاعتماد كراسة الحقوق التجارية، وينتظر أن تطرح بنودها خلال الاجتماع الذي سيجرى نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد أسعار البيع على اللوحات الإعلانية في الملاعب واعتماد نسبة المسوق التجاري. هيثم بن حماد، العربية.